هذا المختبر هو مختبر متخصص بالنشاطات التفاعلية اللامنهجية للأطفال عشان تكون كمهارة حياتية، نبني على التعليم اللي بياخده بالمدرسة لإعطائه المهارات اللازمة والكافية ليكون إنسان ناجح في حياته العملية. كيف بنعمل هيك؟ بنعمل خلال نشاطات تفاعلية لامنهجية بالعلوم وبالهندسة، وهدول التنين بنخلي الطفل يتعلم كيف يفكر، كيف يمشي يعني بالتفكير، كيف يتساءل، كيف يبحث، كيف يحل مشكلة، كيف يتعاون مع أصدقائه كتيم بيلدينج، كيف يعمل هاي الأشياء وكيف يطبقها على الحياة تاعته. جزء من The Alchemist Lab من مختبر الخيميائي عنده ذراع اجتماعي. الذراع الاجتماعي هذا في عنده مشروع اسمه جوجلز، هذا الجوجلز هو مشروع لتمكين الفتيات نحو التعلم باستخدام الأسلوب العلمي كمهارة حياتية. بنعلمهم انه انت عشان تقدر توصل لقرار بحياتك تحتاج انك تمر بخطوات بخطوات الأسلوب العلمي بطريقة سلسة وسهلة. كستارت اب نحتاج انه يكون عندنا منتورشيب يساعدنا انه كيف نمشي وكيف نمشي بسرعه، كمان بنحتاج انه يساعدونا انه الناس تعرفنا بطريقه اسرع، لانه يعني بنحط مجهود كثير عالي بانه الناس توصلنا. نحتاج كمان دعم مادي عشان تقدر توصلي للي بدك اياه في المناطق المختلفه.